سيد عقيل، ما اعرف تتفق معي لو لا. السيد جابرييل يقول انه الملف العراقي والسياسه الامريكيه واحده، يعني وجهه نظر ترامب لا تختلف عن جو بايدن بالتعامل مع العراق، كيف تعلق؟ عموما اتفق مع وجهه النظر هذه. السياسه الامريكيه في عهد ترامب وعهد بايدن بخصوص العراق هي واحده، هناك اختلافات شكليه في شكل عاطف الرئيس، لكنه لكلا الادارتين العراق ليس ملفا مهما، ليس اولويه، لا اهتمام ببناء نظام سياسي في العراق، الاستثمار في قصة الدولة العراقية وبناء دولة مختلفة كما كان في عهد الرئيس جورج بوش. لا، هذا العراق الآن هو ملف أمني يتعلق بمحاربة داعش أساسا، والخوف أنه إن ترك أنه داعش تحصل على موطئ قدم وتبدأ تدرب وتشكل تهديدا للغرب. هذا هو يعني التجنب الأسوأ. الاهتمام الأمريكي في العراق هو ليس في العراق نفسه كدولة، وإنما تجنب حصول الأسوأ من خلال أنه منظمات إرهابية تمد، يعني يحصل لها موطئ قدم وتبدأ تنظم. أيضا الصراع مع إيران، لكنه هذا ثانوي، للولايات المتحدة أدوات مختلفة وأكثر أهمية في صراعها مع إيران من وجود القوات الأمريكية في العراق. يعني الولايات المتحده اقتصاديه عظمى وتستخدم اليه العقوبات في هذا الصراع مع ايران. فانا اعتقد كلما يتراجع تهديد داعش، كلما تستطيع القوات الامنيه العراقيه ان تمسك بملف داعش بشكل افضل وادق، كلما تزداد الرغبه الامريكيه بالانسحاب. طيب، اذا هنا افهم من كلامك سيد عقيل الرؤيه مختلفه عن ما يثار الان، انه اكو حوار استراتيجي وعميق متواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. اللي أفهمه من جنابك أنه الحوار راح يكون الوجود العسكري والتهديد للسفارة ووجود داعش والقصف للقواعد العسكرية الأمريكية، هذا الحوار سيكون هكذا؟ لا، ليس دقيقا، هذا جزء من الحوار. هناك جنبة سياسية، هناك جنبة سياسية وجنبة عسكرية في هذا الحوار، لكن هناك أيضا وفد يتعاطى مع قضايا التعليم، مع قضايا الصحة، مع قضايا الطاقة. كان هناك سابقا اتفاقيات في الشهر الثامن من العام الماضي، وزير النفط كان موجودا في الجولة الثانية التي عقدت في الولايات المتحدة. لا، هناك ملفات أخرى يتم الاشتغال عليها، لكنه هذه ملفات روتينية. الملفات الحساسة والأساسية هي ملفات السياسة والملفات الأمنية، صار بوجود القوات الأمريكية في العراق ومعنى وجود هذه القوات في العراق. يعني وجود هذه القوات في العراق يعطي رسائل مختلفة. المجاميع المسلحة تنظر لهذا الوجود بشكل، إيران تنظر له بشكل مشابه، الحكومة العراقية تنظر له بشكل آخر مختلف. جميل. القوى السياسية العراقية الأخرى خصوصا غير الشيعية تنظر له على نحو مختلف عما تنظر اليه ايران. واضح، اكو انقسام، ملف شائك عراقي. صح، اكو انقسام واضح.